إخواني المتبرعين الكرام، جزاكم الله خير على تبرعكم. ومركز بن باز الإسلامي ما شاء الله سكر بوقت قياسي جدا، جزاكم الله خير. وإحنا الآن صراحة فيه يعني مشروع إغاثة عاجلة لإخواننا المتضررين من زلزال ألبانيا شهر نوفمبر هذا، يعني شديد كان، وفي حملة كبيرة من جميع الجمعيات الخيرية باسم الكويت بجانبكم، يطلقون حملة والعمل هذا مشترك لمساعدة الإخوان في ألبانيا. جزاكم الله خير. احنا ندعوكم بعد ما سكر هذا المشروع، مشروع بن باز، مركز بن باز الإسلامي، بوقت قياسي، ندعوكم إلى التفاعل مع إخواننا في ألبانيا المسلمين. فهناك يعني حالات يعني إنسانية، وناس ما عندهم بيوت وينامون بالعراء.